السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقولكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين حافظ الراجي يصر على مواصلة شن هجوم على هذا المشرف المنتخب الوطني، وين تلقى المشرف تهديد جديد يتعلق بمواصلة انتقاده، وذلك رغم تجديد الثقة بشكل رسمي. وأعلن جهيد زمزاب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة الماضية عن نهاية مسلسل المشرف من خلال توقيع هذا الأخير لعقد جديد حتى عام 2026. رغم ذلك وصل المعلق الجزائري حافظ الرادي حملته على المشرف، حيث كشف موقع فينك فوتبول الجزائري بأن معلق قنوات بي سبور لا ينوي ترك المدرب الخوض بسلام خلال الفترة القادمة، وينوي الدراجي قيام بذلك خاصة في حال ما توصل مستوى المنتخب الوطني الجزائري في تقهقر مثل ما كان عليه الحال خلال آخر وديتين أمام المالي والسويد. لو هذه صح ولا مربحش ولا قعدت غير هي حاولا بيجيبوا لكم غير زوج جواره، ومن بعد نشوفوا حنايا زوج جواره والتشكيله معمره بلعابه تاع اللي جاوا راحوا وشويه تاع 2019. لا، وشكون هو اللي قال لكم باللي حافظ الراجي؟ حافظ الراجي ما يديروه فيه، وحافظ الراجي لو كان يهدر واش يعرف؟ حافظ الراجي لو كان يهدر واش يعرف؟ حافظ الراجي صديق تاعو محرز، صديق تاعو فيغولي، صديق تاعو ابراهيمي، صديق تاعو يعني عنده اصدقاء لعابه داخل، يعني باش يكون على مالكم. حافظ الراجي لو كان يهدر واش يعرف؟ كل يهدر كلش. اودي يصرالكم كيف لي طوكسا الزبان يصرال بصح ما يهدرش، انا على بالنا بلي ما غاديش يهدر، يعني ما غاديش يهدر ويبقى مناصر المنتخب الوطني، وكاع حنا مناصرين ومن حقنا انتقاد ننتقد مدرب. ومن بعد ما راش يعطيني باطل، ما راش يلعب لنا بليزير ولا حاجه، يعني كانوا بك حنا نعرفتو كيفاش. عيدكم مبروك، عيدكم عيد الجزائر، عيد الاستقلال، كلمه تاع اشهار المنتخب الوطني مكاش، يعني اشهار حمله دعم للشعب مكاش. ناس تتكلم بالاموال ما تتكلمش باطل. شكون اللي قال لكم يتكلموا باطل؟ انا نقول لكم نعاود، الناس اللي كانوا يروحوا عند هذوك الدراري الصغار المرضى تاع السرطان، هذوك ماشي هما وحدهم يروحوا، لا اريدوا تشري لي كادو ويروحوا يدوا دراهم، كي يروحوا يديروا اشهار يدوا دراهم، يدوا لي شيك لعابه مدرب يدوا لي شيك نورمال. انتوما جاتكم كي هذيك اشهار تاع اريدوا، روحوا سقسوا عليها مليح، يعني تما انتقاد ننتقدوا. انا نبغي ليكيب ناسيونال، راني نشوف بلي المنتخب الوطني ولا بزاف، يعني من حقي ننتقدوا. ومن نهار الاول كنا نقولوا له بلي راك غالط، الطريق اللي راك ماشي فيها راك غالط فيها، ومن حقي نقولوا بلي انت مدرب المسؤول الاول والاخير وفاشلت يعني في تاهل الجزائر لكاس العالم بسبب افكارك اللي مكاش كاع، بسبب خطط عشوائيه مكاش كاع. هذه هي نقول لكم، كان يقول لك لو كان، يعني نقول لكم شو نعطيكم غير حاجه، واش قادر حافظ الراجي يقولها لكم، نقولها لكم ضروري. قادر بلايلي طرد هذا المشرف بلايلي، شت بلايلي وما تقولوا ليش علاه، اللي باغي يعرف علاه نقول له. ايوا ما تقولوا ليش علاه، قادر بلايلي يطرد لونترينر هذا المشرف، يطردو كي يسموه، يطرده نورمال، يطرده نورمال. ايا نتحداه انايا، نتحدى هذا المشرف ما يعيطش لبلايلي، نتحداه والله العظيم نتحداه. هذه يعرفها حافظ الراجي، قادر حافظ الراجي يعطيكم كاع الطرح كاع شكاين. قادر يوسف بلايلي طرد لونترينر، راكم غالطين انتوما، تبالكم بلي سهله. ونرد على ذاك بو كلمه، واحد قال لي قال لهم بلي الحاج محمد راو راه مريض. يا ودي الحاج راه الاجتماع التالي تاع الاتحاد العربي كره القدم
يعني هو يقدم في الحصه، يقدم قاعد حدا رئيس الاتحاد العربي، قاعد حداه يحضروا كل شيء. وين راه مريض؟ وين راه مريض اودي؟ رقم الطقم تاعي هذا يكذب، بس تكذبوا نورمالمون تحشموا نورمالمون. كي تبغوا تكذبوا تفكروا تاع الماتش يتعاود نورمالمون، كي تبغوا تكذبوا قولوا بلي الماتش يتعاود. الحاجة راه تاع الاتحاد العربي قبل اللي يفتحوا تاع كاس الخليج، يعني فماك يوروا فيه قاعد حدا رئيس، هو رئيس شرفيه، هو رئيس شرف قاعد حدا طالق روحه في الاجتماع قبل بنهار، قبل انت جاي تكذب على الغاشي. بس تهدر الحاج، قلت لهم الحاج شنو دار؟ ما دار والو. انا نعرف بلي بنادم ما دار والو، ما جبده يعني راح مكاسي ما نجبتهش، نجبته الى قعد راني نجبد فيه. صحيح ولا صحيح راح نورمال يجي بس جبد. بعدكم على بالكم بلي انتم ماشي رجال؟ على بالكم يا والله با رجال كاع، والله العظيم يخبطك بديريكت يطيحك انت باقا غلط. شوفوا تولي كي يجروا نتايا، انت تشوفوا تولي يجروا. نعرفوكم كي داير، نعرفوكم في وجوهكم على بالكم. لاعبين تهضروا بصح والله العظيم تشوفوا تولي كي يجروا، والله لو اللي تضرب بك عائلتك في الارض كي يجروا. نعرفوكم اودي، وين حافظ الدراجي قادر يهدر هذه ويعطيكم قاش تكي، يعطيكم جرنان عليها. انا عطيتكم بي حاجه صغيره، وكي تسمعوها يسمعها هذا المشرف ولا يسمعها يعرفوا عليها، يعرفوا بلي رانا قاضبين ماناش طايقين، رانا قاضبين ماناش طايقين. قادر يوسف ليلي يطرد المشرف، يطرده. السلام عليكم، يطرده يطرده يطرده، والله لا طرده. تعقلوا عليها كونتر نيجيريا في سيبتوم، راكم عاقلين عليها؟ بلايلي جاي خارجي شغل راخو، راكم عاقلين؟ اما لا حنا على بالنا شكاين، على بالنا شكاين. نقول لكم بلي بلايلي اللي يعيشوا بلي بلايلي ما عندوش بوا في المنتخب الوطني الجزائري غلط، والله العظيم. ويبغي بلايلي يطرده يطرده. السلام عليكم، يطرده يطرده نورمال. وانا عارف واش راني نهدر عليه، وانا نتحدى هذا المشرف الى يعد بلايلي. شوف يجيبوا له رشيد غزال، ويجيبوا شعب الشعيبي هذاك، ويجيبوا كي يسموه بالرحبه، ويجيبوا ابراهيمي ويحطوهم يلعب بلايلي. بلايلي نورمال، بلايلي نهار الكاميرون يعني لي ميرودي استعمل تاع ما حقوش يدير لي ميرودي، هو كان يدير نص. اما لا دار ديس مع الكاميرون المتريكو دار ديس. وكاين امور وحده اخرين، خليكم هكا غالطين، خليكم على نيتكم، خلي رايحين على نيتكم، روحوا على نيتكم روحوا. وان شان وزاره حميد الراجي في مصر مباشر عبر منصه يعني حيث قال ان لن اتوقف عن انتقاد بشكل محترم وابداء رايي بخصوص شؤون المنتخب الجزائري. ونفى الراجل في نفس الوقت ان يكون متآمر على هذا المشرف، مشدد على ان الانتقادات التي وجهها له مؤخرا بناءه ولم تمس المدرب بصفه شخصيه، وأرجب قائلا هذه الانتقادات كانت متعلقه بالاخطاء ووقع فيها هذا المشرف على خلال عمله مع محاربي الصحراء، خاصه فيما يخص الفشل في التاهل لقطر. ويذكر بان هذا المشرف قد تلقى يعني راتب يعني هذه هي اولى اللي خلى لونتري، اللي خلى المشرف بلايلي، واللي طرد كو بلايلي يزعف المدرب يطرد. لو كان بلايلي يزعف لونتري دار يطرد. هذه نقولها لكم ونعاودها لكم، راكم غالطين. انا على بالي شكاين، قولوا يتوشو بلايلي، راه بلايلي يقولوا يتوشو.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني يدخل ابوني معنا. سعيد وخوتي.